ويجب على الإمام أن يهتم بعلم الكلام، وأن يجمع الناس، وأن يجمع الخصوم، ويتناظر الخصوم ليظهر أهل الحق، ويظهر للمجتمعين من أهل العلم ما هو الحق وما هو الباطل. وهذا من الأمور الحسنة والأمور الواجبة في الدولة، أن تكون مجالس المناظرات بأصولها وأدابها وشروطها. فإن كان هذا الحاكم يعتمد أهل الباطل يتركهم بعد هذه المناظرات ويعتمد أهل الحق كما مر في التاريخ الإسلامي، وإذا كان يعتمد هذا الحاكم أهل الحق يظهر للناس ذلك ويتبصر إذا لم يكن عالما، ومنهم من كان عالما، لكن يجب أن تكون هذه موجودة،